افريقيا بالتحديد دي كان ليها ظروف خاصه معاك ابتديت تشارك فيها وبعد كده حصلت لك ظروف وبعدين الفوز بالبطوله في النهايه وسط اجواء صعبه خالص. عايز اتكلم معاك بالتحديد عن البطوله دي. هي بطوله افريقيا هو من اول ما مستر كولر مسك الفريق وانا الحمد لله بقدم معاه بشكل كويس، الحاجات اللي بيطلبها مني بنفذها، بحاول اطلع اقصى حاجه في التمارين، انا دايما معاه على طول، بيعتبر اللي احنا بنتمرن او بنكون موجودين في النادي تقريبا 6 ساعات في اليوم 7 ساعات، فانت هو شايفك طول الوقت قبل التمرين وبعد التمرين، فبتحاول انت بتطلع اقصى حاجه عندك عشان بيكون ليك انتاجيه في الفريق وبيكون ليك بتعمل حاجه مفيده للفريق. يعني ليه غبت في النص كده؟ غبت في النص، احنا كنا بنلعب الهلال السوداني في السودان وبعد كده هنرجع على طول على السودان، من السودان لاسوان علشان نلعب نادي اسوان في الدوري. فانا كان جالي هناك فيروس في هنا في الوازي، فقعدت 20 يوم في البيت، كنت تعبان، خسيت 8 كيلو، ما كنتش بقدر اتحرك، كنت ادوب اذا كنت بعمل حاجه كنت بروح بس اصلي وبس، بصلي في البيت بس وما بتحركش اي حاجه تانية يعني. بس فانا لما رجعت 20 يوم في البيت من غير اي حركه، بعد ال 20 يوم قعدت تقريبا بتتاهل بعدها اسبوع 10 ايام، فانت خدت وقت برضو على ما انت ترجع فيه، بتكون في ناس ادت مكانك بشكل كويس، بقت مفيده للفرقه بشكل اكبر، فانت طبيعي في النادي الاهلي حد بيكمل انت بتستنى دورك او بتحاول تجتهد علشان توصل بس للمكان اللي انت افتقدته يعني. وبعد كده كسبتوا البطوله بقى في النهايه، ودي بقى كانت بطوله يعني زي ما انت اخد من كلامك اللي هو رد اعتبار. انت السنه اللي فاتت خسرت من الوداد هناك وسط الجمهور، فانت ما تروح السنه دي وسط الجمهور، وهنا اما احنا كسبنا 2-1 احنا رايحين وحاطين هدف قدامنا ان احنا كده كده هنكسب، ما كانش في دماغنا. كانت 2-1 دي مقلقه بالنسبه لكم شويه؟ لا ده هي كانت مقلقه بالنسبه لهم، احنا كسبانين، احنا برده احنا خارجين بعد الماتش كان في معظم الناس خايفين، بس احنا خارجين ماتش 2-1 لينا، فاحنا اللي كسبانين اصلا، احنا كنا رايحين مش قلقانين من اي حاجه خالص عامه، اي عوامل خارجيه، هو الجمهور اصلا هناك في المغرب او اي جمهور عامه في اي نادي هو اخره معاك بس ان هو بيشجع، ما بيعملش اي حاجه اكتر من كده، انت لو اتخذت الكلام اللي هو بيقولوه ده انت مش فاهم اصلا، هما بيشجعوك فانت خلاص مش هيأثر فيك يعني. انتوا كلاعيبه وانتوا هناك في الملعب والجمهور اللي موجوده دي كلها ما كانتش بتأثر فيكم انتوا بالسلب؟ لا عشان احنا مش فاهمين كلامهم. مش لعيب فاهم اي حاجه. لا هما بيغنوا خلاص كانهم بيشجعونا. ايوه بالظبط، انت بتفهم، انت مش فاهم اي حاجه، فخلاص انت التشجيع ده ليك وخلاص. كسبتوا بقى البطوله وانت كنت موجود كمان في الملعب، انت بالنسبه لك يعني سيناريو الماتش اللي كان حاصل ان النادي الاهلي يكمل بالطريقه دي وان النادي الاهلي يفرض سيطرته في الملعب وعلى الماتش ده وسط الاجواء دي كلها كنت متوقعينه اصلا؟ هو انا هتكلم انا عن نفسي، الماتش كان ليه طبعا كده كده ظروفه، انا كنت مبسوط ان الوداد جاب جون في اول الماتش او يعني في البدايه، لان هما انت زي ما قلت لك هما هناك العوامل بتاعتهم الجمهور والملعب والتحكيم، فهما لازم في اول الماتش هيكونوا ضاغطين عشان يجيبوا جون عشان يحطوك ضغط تحت ضغط ويكونوا عاملين عليك ماتش كويس، اول ما جابوا جون هما خلاص هديوا، فاحنا بدانا نمسك الكوره، بدانا نشتغل بلعبنا احنا كويسين، بنروح للجون، فالحمد لله يعني اصلا ما جبنا الجون في التوقيت المتاخر ده، كان جون صعب يعني. كان جون صعب، وبعدين اضاعتوا العديد من الفرص اللي كانت تقدر تخليك تفرق بجون واثنين وثلاثه واربعه. هم بعد ما احنا تعادلنا خلاص هم ما ادوهمش حل غير ان هم يا اما يجيبوا كمان جون يفتحوا الملعب. بالظبط، فخلاص هم فتحوا الملعب، فانت طبيعي رحت في كذا كوره، بس الحمد لله. سطلانه بقى. ايه سطلانه دي اللي خليتوها ترند لغايه دلوقتي؟ هي سطلانه دي كابتن عمرو السوليه هو اصلا اللي كان صاحب الاغنيه، هو اللي قال لنا على الاغنيه. صاحب الفكر. من قبل الماتش. من قبل الماتش بشهر ولا حاجه. بشهر؟ كنا في عزومه مع حمدي فتحي، كنا قاعدين فقال شغل كذا كذا سطلانه، فشغلنا الاغنيه عادي، فوقتها بعد ما رحنا المغرب الاغنيه دي كان طارق هو اللي ماسك الايه؟ الجي بي ال. الجي بي ال، كان ماسك الجي بي ال، وبعدين هو اللي كان دايما في الصوره هو ومتولي يعني هو طاير بتاع الاحتفالات ولا دي كانت بتاعت السلايه والسلايه ما خدش حقه فيها؟ لا 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 هو السلايه ما خدش حقه فيها، بس طاير هو دايما بيليق عليه كل حاجه يعني. فجابها بقى وكنتوا متفقين هي دي اللي هتشتغل. بس كان مترتب لها من قبل الماتش ولا جت بالصدفه؟ لا ما كانش مترتب لاي حاجه خالص، ولا الاغنيه ولا اي حاجه، بس هي كانت وقتها انت دايما لما بتعمل حاجه كويسه اي لحظه بعدها خلاص بقى طلعت الترند دلوقتي ما شاء الله.